مهرجان الرومان في تستور يتزامن وإنتاج الرومان، لأن تستور معروفة بإنتاجها للرومان، وهي تعد المعتمدية الأولى حيث حجم الإنتاج. هذاك علاش نحتفلوا بها الثمرة لما لها من مردودية اقتصادية، مردودية اجتماعية، وحلينا في هذا المهرجان أبواب أخرى باش ننتفعوا بهذه الثمرة، ولما لا نحتفلوا بها في مهرجان، لأنه كيجي موسم الرومان تتنعوش البلاد اقتصاديا، فلاحة يبيعوا منتوجهم، حركية كبيرة. المهرجان نتنظموا جمعية من المتطوعين، ما اكتفيناش فقط بالجمعية وأعضائها الرسميين مذكورين رسميا، جمعية مهرجان الرومان بتستور استنجدنا نجم نقوله، وإلا أحطنا الجمعية بتلامذة متطوعين من أجل تنظيم المحكم لهذه التظاهرة، وحتى زاد شبابنا يكسب التجربة في كيفية تنظيم التظاهرات، في كيفية الإحاطة بزوارنا، في التوجيه، في إعطاء المعلومة. حتىنا يلزمنا برشا عباد لهي بزوارنا في المدة هذه. تستور نجم تستقبل في اليوم الواحد أكثر من 10,000 زائر. 10,000 زائر لابد من الناس تلهى بيهم، خاصة في التوجيه وإعطاء المعلومة وترحيب بيهم. هو في نطاق رقمنة، مش المهرجان، رقمنة تستور الكل. زميلتنا وصديقتنا أمل حمداني طالبة في الانفورماتيك في فرنسا، هي بنت تستور، عملت أبليكاسيون اسمها تستور موجودة في جوجل بلاي، حالياً على الأندرويد. الأبليكاسيون هذه تحكي على تستور بصفة عامة والمهرجانات بصفة خاصة، كما مهرجان الرومان اللي هو توك موجود في الأبليكاسيون، على خاطر الفكرة زامت مع دورة رابعة المهرجان الرومان. في الأبليكاسيون كي تحلها مش نلقاو فكرة عامة على تستور، كما المواقع الأثرية كما الجامع الكبير دار الثقافة، وكل حاجة فيها تصور وفيها المعلومات متاحة. نحن المتطوعين في جمعية مهرجان الرومان الشباب نحبوا نعطوا صورة باهية على بلادنا، على منتوجات بلادنا، وعلى تستور بصفة عامة. احتفالاتنا هذه لابد باش نعبر على فرحتنا بهذا المنتوج. هذاك علاش عملنا المهرجان، وموازاة مع البيع والشراء والقطفان الثمار عملنا معارض للفنون والحرف، من أجل أن المرأة التستورية كيف كيف نعرفوا بمنتوجها، منتوجها سواء كان في المجالات التقليدية كل الصناعات عموما والصناعات الغذائية بصفة خاصة. إلى جانب هذا هناك العروض الفنية حتى ندخل البهجة على مواطني البلاد.